صباح الخير، حبيت اصبح عليكم من بحر العليق. ايه رايكم؟ شايفين ان احنا دلوقتي في الشتا طبعا، مش في الصيف، بس الجو تحفه، فظيع، خرافه بجد. استمتعوا شويه بالهواء النقي الصبح، بصوا طيور النورة بتاعتي ازاي جميله. ده طبعا الفندق بتاع ده الفندق اللي انا ساكنه قدامه على طول، يعني وراه، يعني على طول دي العماره اللي هناك بتاعتنا. شايفين النورس ازاي يا جمال؟ لما كنت في اسماعيليه في بورسعيد قصدي، كان نور النورس عجباني جدا. بصوا ازاي، بصوا شكلها تحفه. انا هسيبكم شويه، مش هرغي كتير، بس انا فعلا نزلت عشان اغير جو، محتاجة اشم هوا نضيف. انتوا شايفينها هناك من بعيد شوية، دي مركبة لقوها هنا من حوالي 5 سنين، وعلى وضعها ده ولا اتحركت ولا حاجة. الناس صحيت الصبح لقت المركبة دي، وطبعا ده بتوصل المية بصراحة، بس في ناس كانوا كتير بيجوا يتصوروا عليها، كان شكلها حلو يعني.
بصوا بقى، شايفين المركبة اللي بقولكوا عليها اهي؟ دي المركبة دي من كام سنة رست على الشط هنا، وكانت هتحسوا انها يعني غريبة شوية، يعني غريبة. بصوا المية صافية ازاي، مية العريش فعلا صافية، ما فيهاش اي نوع من انواع يعني ولا ورق ولا حاجة، لا زي الفل والله. يعني انا اشجع ناس يعني ان شاء الله ربنا يفرجها على البلد، يجوا العريش هيستمتعوا قوي بهدوءها وجمالها وبحرها وناسها، ناسها طيبين جدين. بصوا ازاي المركبة، انا عايزة احاول اقرب شوية، بس انا للأسف الشوز بتاعي هيتبل، بس ممكن اهو. لا هنا لا بتنزل رجلي، بص ازاي رجلي بتنزل، فلا مش هتنفع الشوز بتاعي هيتبل. بصوا هي قريبة ازاي دي المركبة، ومن يومها وهي واقفة. نورس غريب يعني طاير في الحتة دي، نورس بص ازاي طاير في الحتة دي.